معلش. انا دكتور صلاح عناني الفنان التشكيلي، مش مشكله. المهم ان هذا ما يتم لحظه تاريخيه غير مسبوقه هنا. الثوره المصريه بتوسع افاقها وتوسع سقفها وبتخرج من حدود المطالب البسيطه بتاعت الشعب، اللي هي خلاص انا بعتبرها احنا في طريقنا اليها، وكل المعوقات وكل القوى الرجعيه اللي بتعوقها خلاص في طريقها للزوال. ليه؟ لان النقله النوعيه، ان لما مصر دلوقتي تيجي على اسرائيل رمز الفساد في العالم والصهيونيه العالميه، خدوا بالكم الان بهذا الموقف اللي عملها الثوره المصريه، كل محطات الكره الارضيه وكل التلستار كل الاقمار الصناعيه تصور هذا الحدث، لان هذا الحدث هو ضرب مش اليهود لكل الصهيونيه العالميه. وده معناه ان سقف الثوره ارتفع لترجيع الاراضي العربيه المحتله، دي رساله ضمنيه، وان القدس الموحده العربيه هترجع. من هنا من هذا المكان بهذا التجمع هو الاعلان الشرعي لدولة فلسطين، رغم انف الجميع لما مصر بتقول كلمتها وتتكلم بينتهي الكلام. اليهود عادة لما بيدخلوا اي بلد بيبقوا زي القرادة، ما بيخرجوش منها غير لما بيخربوها. البلد الوحيدة اللي خرجت اليهود يأستها هي مصر، الاكسوداس او الخروج. الخروج ده حصل من الاف السنين، هم احنا عذبناهم، وهذه المرة عود على بدء. بعد 3000 سنة بنخرج اليهود بذرائتنا اهو. الانتصار، شباب صغير 11 سنة طلع عارف ازاي اخترع وعرف ان في سقالات وركب السقالات عنده 11 سنة وطلع وتسلق لغاية لما ما قدروش الاول بالجنان المصري عشان دول بنوا الهرم ان يجيب العالم يولع فيه، وانا واثق هيولعوا فيه من المعنوي. اضطروا يعملوا حل بديل. الحل البديل العبقري ايه؟ راح مطلع معادل للعلم الاسرائيلي وعلم فلسطين، عشان دي رسالة مقرية للكرة الأرضية. الانتصار يا اخوانا رمز، وإذا الرمز حصل في الهواء بيبقى حقيقة وواقع. مصر الآن تنتصر، ومصر الآن بتسترد عافيتها ووضعها الطبيعي، إن هي أمة الأمم وإن هي مركز الكون وهي عاصمة المنطقة العربية، وهي كده بترجع المجد للمنطقة العربية وبتحمي 2 مليار مسلم، يعني بتشيل اللواء بتاع 2 مليار مسلم. مصر هي مركز الوجود وده برهان، وشعبها البسيط ده جيش عظيم وفي رباط الى يوم الدين. وانا عشان كده مع فكره الوحده، لا عندنا بقى لا احزاب ولا بطل الكلام ده. وبعدين العسكر يلعبوا لعبتهم مع بعض، لكن احنا ثورتنا شغاله، وان شاء الله زي ما احنا هنا هنرجع تاني لميدان التحرير وكل ميادين مصر، والثوره مستمره لحين تحقيق كل طلباتها. طلباتها يا الوحده العربيه خلصت لما هتقع الأنظمة العربية الرجعية، ده أول إشارة لوقوع الأنظمة الرجعية العربية. الحكاية أكبر يا إخوانا من الوقفة دي بس. القرار اللي إحنا خدناه ده جنان حيسي، دي ناس يا راجل كسرت الأسمنت، كسروا خرسانة واحد بكتفه أهو، اتلفت له أهو من اللي كسروا الخرسانة، بص اللي رابط إيده ده. مواطنين كسروا خرسانة إزاي؟ ما نعرفش، خلاص؟ هذه أمة تستطيع أن هي تاكل العدو وتمصمصه كده من غير سلاح ولا ادوات. بس ده معنى الثوره المصريه. كل شويه وسبحان الله وشهر رمضان، هذه الثوره عندها تولدات وبتطور روحها وبتغير شكلها وبتطور ادائها بشكل سحري وعجيب. وانا بقول ان هناك قوه الهيه ترعى هذه الثوره علشان تجمع هذا العقل الجمعي، وفي عبقريه مصريه خالصه صرفه دون عن امم الارض. هذا الشعب قادر على الاتصال والاتفاق باللاسلكي كده عشان يتفق مع بعضه ويعمل فعل واحد. وان شاء الله كده بهذه العلامه، كل يوم كان بيجي لي هبوط ده بيكبر بيرفع درجه ايماني بان الثوره دي ممتده وستفاجئ، هتفاجئ الكتير وهتفاجئ العالم كله. ومفاجاتها صندوق العجائب بتاع الثوره المصريه لن يتوقف ولن ينتهي، وهو في جسم كل مصر. وحتى الناس اللي عندنا مش فاهمين حاسين، يعني اللي مش فاهم بمخه حاسس باعصابه واسمه. وان شاء الله منتصرين. ثوره مصر المجيده بتسترد للمنطقه العربيه والعالم الاسلامي مجده بالانتصار على العدو الصهيوني وعلى كل الرجعيات العربيه وعلى كل الصهاينه في العالم. خدوا بالكم اليهود يا اخواننا والاسرائيليين يا اخواننا والصهيونيه ماسكين كل بنوك الارض وراس اموال الارض، فكل الكره الارضيه مركزها دلوقتي باصص بعينيه على هنا. وابقوا راعوا شوفوا علاقه اللي حصل النهارده باي اسعار هتتغير في بترول ارفع عمله. مصر طبعا المصريين، مصر للعالم كله يا اخوانا. مصر هي ابتكرت الكره الارضيه، هي اللي اخترعت العالم، هي اللي سمت الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما كانوش يعرفوا.
اعرف اي حاجه عن الدنيا، الزراعه اخترعنا كل حاجه، ودلوقتي بنخترع ثوره غير مسبوقه غير مسبوقه غير مسبوقه، مفيش ثوره زي هذه الثوره، ولسه التقيل ورا يا اباني. السلام عليكم. الحمد لله.